سالي، أولى فقراتنا الطبية لليوم حنحكي فيها عن الجهاز الهضمي وأهم الأمراض التي تصيب المعدة والأمعاء، منها النزف الهضمي. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع، أسبابه وطرق العلاج والوقاية، معنا الدكتور عبد الفتاح عبد الحفيظ، أخصائي في الأمراض الباطنية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتور. بدنا بداية أول شيء نعرف مشاهدينا شو معنى أو تعريف النزف الهضمي. تمام. النزف الهضمي هو عبارة عن ضياع الدم داخل أنبوب جهاز الهضم، سواء بأي منطقة تمتد من الفم إلى أسفل، يعني إلى فتحة الشاش. ضياع الدم ضمن هذا الأنبوب الهضمي، هذا اسمه النزف الهضمي. تمام دكتور، خلينا نحكي أكثر عن أسباب النزف الهضمي وشو هو أنواع النزف الهضمي كمان. تمام. هلأ النزف الهضمي بيتدرج من بالتظاهرات وبالأعراض وبالأشكال كمان. هو عمليا نحن بنقسمه لقسمين، النزف الهضمي العلوي اللي هو بيمتد من الفم المري المعدة للعفج أو الاثني عشر، هذا اسمه النزف الهضمي العلوي، في له تظاهرات معينة. والنزف الهضمي السفلي اللي هو أسفل من ذلك بعد منطقة العفج أو الاثني عشر لانتهاء بالشرج، هيك هو علوي وسفلي، هيك تصنيف. التظاهرات تبعاته كمان بتختلف، التظاهرات ممكن يكون خروج دم صريح أحمر بني بألوان يعني بتختلف، لون أسود ممكن يكون، أو بنسميه طحل القهوة، هذا بينجم عن تبدل الدم نتيجة التأكسد أو عملية الأكسدة اللي بتصير بحمض المعدي، فبتغير اللون بيصير أسود، ممكن يصير إقياء طحل القهوة أو إخراج كمان أسود بنسميه تغوط الزفتي، هذا بيكون أحد علامات عادة النزف الهضمي العلوي. وممكن يكون كمان إخراج من تحت، تبرز أو تغوط مدمى كمان. فهي التظاهرات الأساسية هي بثلاث أمور: دم صريح، طحل قهوة أو لون أسود، أو تغوط مدمى، أو إخراج زفتي كمان ممكن. نعم دكتور، يمكن أنت عم تحكي لنا هلا عن أنواع أو عن أسباب أهم النزف، خلينا نحكي عن الأشخاص يلي بيصيبون هذا الموضوع. هل هن أشخاص بيكونوا أصحاء ما فيهم شيء وفجأة نتيجة شيء معين، أو هي نتيجة تراكمات معينة ممكن هو خلال مسيرة حياته للشخص، أو تناوله بعض الأدوية لثقيلة العيار شوي، أو نظام الغذائي الغير متوازن ممكن يصيبه هذا الشيء؟ تمام. الأسباب والأشخاص المؤهبين، خلينا نقول الأسباب بتختلف، هي حسب التصنيف تقريبا، هي العلوي أو السفلي. نحن إذا مشينا فيهم بشكل هيك، استعرضناهم بشكل مبسط، خليني أقول لك الأسباب. النزف الهضمي العلوي ممكن تكون سبب الأشعة تقريبا هو عادة القرحة أو التنازل القرحي، سواء كان بالمعدة أو بالإثني عشر. والقرحة في لها أسباب مختلفة، الجرثومة البوابية أو بسميها الهيليكوباكتر أو جرثومة المعدة بالعامية اسمها، التناول الأدوية بشكل عشوائي. هلأ بنتعرض أو بنتطرق هيك بنذكر بعض الأدوية كتير شائعة ومستعملة كتير نحن بحياتنا. ممكن يكون دوالي المري، ممكن يكون اضطرابات التخثرية، ممكن يكون مشاكل الكبد، الرضوض، الأجسام الأجنبية، واحد بالع مثلا شغل دبوس كذا طفل تماما. وطبعا في معروفة طبعا ممكن يكون لدى الجميع الأورام كمان. تمام دكتور، خلينا نحكي عن العلاج، كيف بيكون العلاج؟ وبيقولوا كثير من الأشخاص اللي بيصير معه النزف ممكن يتوقف النزف لحاله، يعني من تلقاء نفسه بيبطل عنده النزف، وهل هو بحاجة للعلاج اللي بتوقف فجأة عنده النزف، ولا لازم يروح الطبيب يراجع له كل حالته؟ إمتى يعني الواحد بيستدعي إنه يروح الطبيب وبشكل ضروري برأيك؟ تمام. النزف اجمالا هو من الشكايات اللي كثير يعني مثل ما هي عباره عن جرس، يعني اي حدا بيشوف دم بيطلع منه فهو باللا شعور بيلجا للطبيب. تمام. هاتفيا او زياره، فهي الموضوع ممكن ينزل شوي ويوقف فجاه، فهي حالات يعني انه لازم يراجعوا الطبيب ولا تمام أمعتي. فهو من الحالات اللي بتستدعي زياره الطبيب بشكل اجتماعي وعام. نعم. طبعا اي خروج للدم هو يستوجب زياره الطبيب. بالنسبه للحالات فعلا حقيقه هو مو كل الحالات النزف الهضمي بتستوجب مثلا دخول المستشفى او بتستوجب بتكون خطيره. فعلا هو في حالات ممكن توقف لحالها،
مثلا احيانا هي معروفه تناظر طبي معين اسمه مالوري وايس، هو عباره عن حدا بيصير عنده غثيان شديد، بعد فتره بيلاقي انه طلع خيوط دم. هي ظاهره سليمه مثلا، ما بفقد فيها كثير المريض دم، ما بتستوجب الا علاج الإسعاف. بسيط، يعني ما بتستوجب الاسعاف. بس اجمالا نحن من باب الاطمئنان ومن باب النصيحه العامه، اي خروج للدم سواء عن طريق الشرج او عن طريق الفم لازم زياره الطبيب لبحث اسبابه، هي بشكل كثير عام يعني. نعم، يعني دكتور أيضا خلينا هيك نخرج شوي، ولا ما رح نخرج، نحن حنحكي من ضمن حديثنا، ولكن كورونا يلي مثل ما بنعرف هي جائحة كتير كبيرة، مو بس الجهاز التنفسي، وأيضا أثبتت دراسات، ودائما دراسات مختلفة تختلف دراسة عن دراسة، إنه لا أيضا بتصيب الجهاز الهضمي. هل أيضا كورونا ممكن تكون سبب بالنزف المفاجئ للشخص؟ طبعا كورونا هو هلا البانديميك او الجائحه، هي معروفه هلا انه صارت هي الحديث الساعه، صحيح، وكان لها اثر كثير كبير مو على الصحه العامه وعلى الاقتصاد وعلى كثير امور يعني. صحيح، من هي ممكن تكون تصيب الجهاز الهضمي فعلا، بتعمل اعراض كثير مختلفه، بتعمل الام بطنيه، غثيان، اسهال، ممكن تسبب شكل من اشكال النزوف، ممكن تسبب تجلطات باماكن مختلفه كمان. ف ممكن تكون اسباب، بس انه توصل لمرحله النزف الساعق ما نذكر انه نزف لهلا ساعق. ما ايه تمام اكيد. دكتور خلينا نحكي، قلت ممكن حالات تفوت مثلا على المشفى من سبب بسبب النزف الكتير، طيب هدول الاشخاص ممكن ينشفوا ولا ما في شفاء عندهم؟ يعني خلينا نحكي الشفاء هل هو دائم ولا بدهم يرجعوا يعانوا من نفس المشكله؟ شو ممكن يرجع حالتهم هي ويرجع النزف عندهم مشان ينتبهوا؟ بدنا شيء قصص وقايه للاشخاص يعني اللي عم يسمعونا اليوم ويتابعونا. تمام. العلاج دائما هو موجه باتجاه السبب، فهو كشف السبب هو هذا بداية أو معظم طريق العلاج. فنحن إذا عرفنا شو السبب من خلال الوسائل المتاحة عنا، اللي هي عادة بتكون الوسائل التنظيرية طبعا، نحن بنقدر نعرف شو المشكلة ونتوجه باتجاهها للعلاج المطلوب. في مشاكل ممكن تتعالج بشكل يعني آني وينتهي الموضوع، وفي مشاكل لا ممكن تتكرر، مثلا اللي عنده مرض الناعور، اضطرابات نزفية ممكن يصير. أحيانا في مرضى بياخذوا مميعات لأسباب مختلفة، تجلطات، عندهم مشاكل بالقلب بياخذوا مميعات دم، إذا زادت شوي نسبة السيولة بالدم ممكن يتعرضوا للنزف. المرضى اللي عندهم أمراض كبدية كمان بيصير عندهم اضطراب تخثري، وبيصير عندهم شغلة اسمها دوالي المري والمعدة، فهدول مؤهبين إنه يتكرر النزف. فالعلاج او التظاهرات حتى كمان بتتعلق بالعلاج، بتتعلق بالسبب، والتظاهرات بكميه الدم المفقود او الكميه قديش المريض خسر دم خلال عمليه النزف. الاعراض طبعا هيك بشكل سريع، بس هي بتختلف الاعراض حسب كميه الدم المفقود، كميه بسيطه، لا اكثر شوي، ممكن تكون هيك لا عرضيه او ما بتعمل كثير اعراض، بس يشوف خيوط بسيطه ويتوقف لحاله وينتهي الموضوع. ممكن لا نوصل لمرحلة انه يصير نزف كتير كبير، يدخل المريض بحالة صدمة دورانية، هبوط ضغط، تعرق، يحتاج ينام بالمستشفى، ينقله دم، نطمن على علاماته الحيوية، على نبضه، على ضغطه، على تحاليل معينة، وتمشي الامور ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور ايضا بالنسبه للاشخاص يلي عندهم دواء دائم مثل مرضى الضغط بياخذوا كل يوم حبه ضغط الصبح، او مثلا مرضى القلب عندهم يوميا هيدا الحبه مفروضه عليهم، هدول الاشخاص اكثر عرضه للنزف، وهل فينا نعطيهم الصبح قبل ما ياخذوا الحبه ممكن قبل الفطور الشيء اللي عم يستخدموه هلا عامه الناس هو غلاف للمعده، بياخذوا حبه صغيره مشان ما يصيبهم اي شيء؟ الأدوية هي طبعا من العوامل المتهمة بإحداث النزف الهضمي، في خاصة موضة العصر اللي هي المسكنات، بتلاقي ست عمرها 50 60 سنة مثلا بيجعوها ركبها، بيجعوها ظهرها، بتاخد مسكنات، ممكن تاخدهم بشكل عشوائي أو من غير وصف الطبيب أو من غير إشراف طبي وبشكل مفتوح، يعني unlimited، بتلاقيها عم تبلع باليوم تنتين ثلاثة. صحيح. على معدة فاضية، على على جرعة غير مدروسة. طبعا هي من الأدوية اللي بتعمل كتير انسقاب أو قرحة، بتعمل نزف. في عنا بعض الأدوية التانية كمان اللي بياخدوا كورتيزون كمان ممكن يكونوا مؤهبين أكتر من غيرهم لحدوث النزف. وهلأ ذكرناها اللي بياخدوا مميعات لأسباب مرضية مختلفة، الأمراض القلبية أو التجلطات بالرجل أو بالرئة،
هدول معرضين كمان لنزف بشكل اكثر من غيرهم. موضوع غلاف المعده وهن حقيقه مجموعه بنسميها نحن البي بي اي او مثبطات مضخه البروتون. هلا نحن من شوي حكينا انه في افراز بحمض المعده بيصير، هذا افراز طبيعي بهدف الهضم، بهدف يعني افراز فيزيولوجي هذا بيصير. فنحن احد الاليات اللي بنعملها انه هي الادويه بتثبط هي المضخه تبع البروتون او تبع الحمض، فبتقلل نسبه التخريش او بتعمل وقايه للمعده. مو كل المرضى نحن بنعطيهم اياهم، في نسبه كثير واسعه بتاخذها، مو بس مرضى النزف، المرضى اللي بياخذوا مثلا ممكن اسبرين لفترات طويله ممكن ينحطوا عليهم، المرضى اللي عندهم نسميه القلس المعدي المريئي اللي هو عمليه ارتخاء باسفل المري، فبيصير بيرتد الحامض المعدي بيعمل التهاب بالمري، هذا الالتهاب كمان اذا كان شديد ممكن يعمل نزف كمان، فكمان بياخذوها كمان. يفضل انه تتاخذ دائما بجرعات مدروسه وتحت اشراف طبي. دائما القاعده العامه استعمال الادويه هي دواء وليست شيء ثاني يعني. نعم. تمام. مشكلة هي كتير حقيقية، كتير من الأشخاص كتير بياخدوا أدوية يعني مسكن بشكل يومي قبل ما يناموا، بتعودوا على مثلا دواء منوم. خلينا نحكي كمان قديش هدول لهم أضرار. ودكتور نحكي عن مشكلة كتير من الأشخاص بيعانوا منها، الكولون العصبي. الكولون العصبي بدنا نعرف شو هي أسبابه الحقيقية وكيف علاجه. يعني دائما مثلا الأشخاص بيصير معهم كولون عصبي بيقولوا ما في عنا علاج، يعني بيروحوا هنا بيضطروا يروحوا على مشفى ياخدوا إبرة إبرتين مسكن ليرجعوا على البيت يقدروا يناموا بشكل طبيعي وبشكل صح. يعني خلينا نحكي عن مشكلة الكولون العصبي، أسبابه وكيف الشخص ممكن يتعالج منه. تمام، السؤال كتير حلو هذا. الكولون العصبي أو متلازمة الأمعاء المتهيجة اسمها الطبي هي، لأنه هي يعني مو بس الكولون، كل الجهاز الهضمي بيكون فيه نوع من فرط الفعالية أو التهيج حقيقة. يعني هي عنوان عريض، وهي يمكن من اشيع الشكايات الطبيه اللي بتراجع كل الاطباء الداخليه والهضميه والاطباء العامين واطباء الاسره، قسم كبير يعني معني بهي المشكله، بيعانوا منها ناس كثار صراحه. كسبب واضح 100% ما في سبب معين بحد ذاته، نحن بنسميها متعددة العوامل. هلا انا بعاني من كولون عصبي دكتور، بس عصب او ازعل من شيء فورا بصير معي كولون عصبي، يعني فورا بطني بصير هالقد وفورا عن جد حكيت الوجع عن جد كلنا. ايه، ويعني وبضطر روح على المشفى لاخذ ابر، فهي مشكلتي الحقيقيه عرفت دكتور. ايه تمام، فهي متعددة العوامل، يعني بيلعب فيها موضوع الطعام شوي بيلعب فيها، والطعام طبعا بيختلف من الشخص نفسه باوقات معينه وبيختلف من شخص لشخص. نعم. لذلك مثلا بتلاقي احيانا بيقولوا انه لا تاكل لا تاكل لا تاكل. انا اجمالا واساتذتنا علمونا اياها كمان، نحن المريض الكولون العصبي نحن ما انا بالنسبه لي يعني نحن ما بنقول له لا تاكل، نحن بنقول له انت شوف شو الشيء اللي بيزعجك وانت تجنبه، بهالموضوع انت حكيم نفسك، لانه هي مشكله مزمنه وعاده بترافق المريض مدى الحياه تقريبا. الاعراض بتختلف طبعا، هي مرض سليم بس هو مزعج جداً. مزعج هو، والعلاج موجه لعلاج الاعراض، تخفيف التجشؤ، عسر الهضم، انتفاخ البطن، نوبات الالم اللي بتتفاوت. تمام، تناوب بين يعني هو ثلاث امور. تمام، تناوب هذا اول شغله، الشغله الثانيه عسر الهضم، والشغله الثالثه الالم البطني، بتختلف شدته طبعا من فتره لفتره ومن هجمه لهجمه. العوامل او سببه مثل قلت لك ممكن تلعب الوراثه دور فيه، الطعام، الحاله النفسيه والمزاجيه، الشده النفسيه بده يفوت على عمليه، سفر، دراسه، كذا، امور كثيره يعني. اما بسبب واضح ما تم لسه هيك لزق التهمه بشيء معين لحد هلا. نعم، يمكن حكيت موضوع كثير مهم هو الكولون العصبي، المرض الشائع لدى الناس، يمكن لهلا ما لاقوا له علاج، كل حدا بيعطوه دواء شكل حدا للنفخه وعالم توصف اعشاب تبع الزورات. تمام، بتلاقيه يعني المريض بس ما فير هي دائما يعني بيروح من طبيب لطبيب لطبيب يبحث عن النجاة يعني، بينما هو ممكن يكون حبل النجاة هو انه يفهم مرضه يكون صديق معه ويتآلف معه. صحيح. يعني دكتور ايضا بدنا نحكي كمان موضوع كمان كثير مهم، هو بفتره هلا نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك، وبنعرف انه في فتره صيام، بعد مده الصيام بيجي نحن وقت الفطور اللي بيكون فيه الاكلات متنوعه، كمان قد ايه مهم النظام الغذائي الصحي حتى كمان بفترات الصيام، يعني يكون الانسان يبلش بسلطه بشيء، لانه مثل ما بنعرف احيانا المعده بتتفاجئ من كميات
الدسم اللي بتدخل عليها، فكمان بصير عسر هضم. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. صحيح، فترة الصيام الطويلة بتخلي المعدة بحالة ارتياح وكسل، فلما يصير موعد الإفطار بتلاقي سلوك شائع. طبعا بتلاقي ناس بيبدوا بالعصائر وبيبدوا يا قاتل يا مقتول بالكبة. فالسلوك الصحيح هو أول شيء نبدأ بشيء ملين أو شيء طري، مثلا بالماء بالشوربة كذا، نسخن المعدة أو نحمي المعدة شوي، وما سلطات يعني ندخل بلش الأكل بتدريج معين، بعدين صحتين وهنا بعدين. أكيد الواحد ما يأكل دفعة واحدة ولا كميات ولا كميات كبيرة. وخاصة كمان على السحور يخفف كتير، يعني يلجأ للفواكه الخضروات، هذا أحسن الشيء. الدكتور كمان كتير هلأ من الأشخاص اللي وزنه زايد عم يلجأوا لعمليات قص المعدة، عم يلجأوا لعمليات تانية يعني مثل بالون بالمعدة، كتير عم نسمع قصص جديدة للتنحيف. خلينا نحكي عنها، قد ايه بتأثر هذا الشيء على الجهاز الهضمي؟ قد شو هي مشاكله الصحية لبعدين للأشخاص اللي عم بيعملوا هالعمليات؟ تمام، البالون المعدة هو بيتم حطه عن طريق التنظير، بحطوه بالون بينفخوه بالمعدة. الهدف منه معظم أمور البدانة سواء الجراحية أو التنظيرية هدفها تصغير حجم المعدة. تمام. فنحن ممكن نحط جوا بالون، ممكن نعمل قص معدة أو نسميه عملية سليفي اللي هو منطلع كم من المعدة بصغير حجم المعدة. هي كلها تسمى جراحات البدانة، هي إلى أسباب طبية، بس ممكن أحياناً بعض الإناث بين قوسين بيلجأوا إلى من باب تجميلي، يعني إنه بدها تنحف كذا. هو في له وجهة نظر طبية واستطبابات معينة للبدانة المرضية. البدانة مقسمة أقسام، يعني فالبدانة المرضية بنلجأ لها لهذا الموضوع اللي هو قص المعدة. في الى سالتيني انه اذا في الى مضاعفات او الى مشاكل بنشوفهم بعدين، انه ممنوع مثلا يشربوا بيبسي، عندهم مشاكل كثير ثانيه، ممنوع ياكلوا اكل بشكل كثير كبير، حتى هن بيفقدوا كثير فيتامينات من جسمهم، وهذا الشيء بس بدهم ياخذوا حديد او اي نوع ثاني او اي نوع فيتامين فورا هن بيروحوا بدهم يستفرغوا او كذا، يعني كثير بصير عندهم مشاكل، وحتى لونهم بصير اصفر، يعني مشاكله كثير كبيره عم نشوفها. الجراحة قص المعدة أو جراحات البدانة هي بنلجأ لها نحن بهدف تخفيف الوزن للتغلب على مشاكل صحية. تمام. نجمت عن البدانة. طبعا البدانة هلا وممكن السكري كمان اللي بسموه داء العصر، خاصة البدانة يعني صارت هي مرض وليست بس مجرد شكل انه غلط او موضة، لا هي مرض وينجم عنا كثير امراض، الضغط والسكر والكوليسترول تشحم الكبد، اضطراب وظيفة الغدد، تنكس المفاصل، آلام الركب واسفل الظهر، والقائمة تطول. يعني طبعا اللي بيتعرضوا لهيك جراحه بس هيك بشكل سريع هن لازم يكون عندهم معلومه انه نحن الاكل تبعنا رح يصير نوعيه معينه، رح يصير على كميه خفيفه. نعم. ما بقى فينا ناكل بشكل مفتوح، بدهم يتابعوا دائما مع طبيب متخصص بموضوع متابعه مرضى ما بعد جراحه البدانه، لانه فعلا هن بيصير عندهم حساسيه، مو حساسيه معنى التحسس، لا بيصير عندهم وضع خاص بالنسبه للفيتامينات والمعادن، الحديد والكالسيوم والفيتامينات، خاصه الحديد والفيتامينات. يعني ممكن مثل ما تفضلتي انه هو ما بقى تقدر تاخذ عن طريق التم. هدول نحن المرضى اللي بيصير عندهم جراحه بدانه كل فتره بنعطيهم حديد عن طريق الوريد، بيكون علاجهم حديد وريدي عاده. هذا بصير المصل هذا بشكل دائم؟ لا دكتور، تقريبا كل 6 شهور بيحتاج المريض لمصل حديد او فيتامينات من بعد هاي العمليه، يعني هاي مشكله كمان. ممكن حسب ممكن يحتاج كل شهر، ما يستنى 6 شهور. تمام. يعني هي بدها تكون عن طريق متابعه مستمره ومستديمه، لانه عمليه قص المعده انت عمليا شلت جزء من الانبوب الهضمي او من الجهاز الهضمي اللي هو كمان فيه وظيفة تانية اللي هو غير وظيفة الهضم، وظيفة تتعلق بالهضم، فأنت صرت تخسر جزء من الآلية تبع الامتصاص أو من تحويل المواد لمواد قابلة للامتصاص. بتعرف الأنبوب الهضمي هو كل جزء في له وظيفة معينة، فلما أنت عم تقيم المعدة. نعم. عم تقيم جزء من الشيء اللي بيبسط عملية الهضم. نعم. فهون بتصير المشكلة، بصير في خاصة موضوع الحديد معروف يعني. تمام. دكتور، اهم الخطوات او فينا نقول اهم لك العناوين اللي ممكن نحن تكون مرافقتنا بحياتنا لحمايه الجهاز الهضمي، مثل ما بنعرف ايضا في شيء شائع كثير اللي هو التشنج المعده اللي
على مدار الساعة بضل واحد متشنج أيضا بياخد حبوب تشنج، شو هي أهم الخطوات لتجنب كثير من الأمور نحن ممكن نستغني عنها يعني؟ تمام، يعني نصائح خلينا نقول الحفاظ على صحة المعدة أو الجهاز الهضمي. نعم. هلأ ببساطة أول شيء تجنب الاستعمال العشوائي للأدوية إلا تحت إشراف طبي أو ضرورة معينة، تجنب بعض العوامل المخرشة، التدخين والكحول، الحفاظ على نظام غذائي يكون صحي غني بالألياف خليني أقول لك، ونتمنى الشفاء للجميع طبعا. أكيد دكتور، نتمنى الشفاء لكل المرضى. شكرا لمعلوماتك القيمة ونشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم.